خلودي شلونك اخبارك اليوم؟ اليوم الخلد جاي من الموتر. يبي ايش اسوي؟ نحك الدرامات ونصبغهم له. لحد الحين مو عارفين ايلون. عندنا نقص متر في البيت من رفع براكم. ان شاء الله كل شيء يصير اوكي. بس جو احنا خذ اوبا. زين طبعا يعني اليوم كان في شويه لويه بس نكمل البدايه ستيب 1 نستخدم ذي البروش عشان نحك البريك ديسك. زين عقب ما نحكه ننظفه ببريك كلينر. زين عقب هاي نطقونه ببرايمر. عقبه صبغ. عقبه الكلير. زين بس تاكدوا كل شيء من هذول اللي قاعد تاخذونه انه يستحمل حراره. هاي 2000 يستحمل وهذا يستحمل مرجام 900 فرنهايت. فاهم شيء انه يستحمل حراره ويكون نفس النقطه يعني يكون يتعامل زين ويا غاز الاويلز خلاص غاز الاويل ريزيستنس يكون اوكي. فاللون هاي اللون اللي نستخدمه بنروح وياه الاحمر مع الموتر. استانس يبتدي الشغل بعدين بتشوفون هذا هو الجيك. بنحطه حاليا في الدفريشن جاك ستاند حق سيفتي. بطلت البلوت بطلت اوكي. صب الثاني. لا بطل الثاني. تمام ايش بنسوي؟ نحكه بذي. زين عقب ما نحكه استخدم ذي جالس خموم. زين وبطلهم بلصق هني عشان ما نبي ولا شيء من هالسوالف ذي تصير اسمها صبغ. فاول شيء بنبتدي بالورا بعدين عقب ننقل قدام. زين سو يس انجوي ذا جيرني. الحين اللون هي خله انا ابي هاللون مرة اللي بينشف الحين صراخ الهود خله عادي فانتاك لنا زي مو هاللون خلود خلود اسمعني مو هاللون خل بروس فرانك ايه فرك لاقي المدلي ايه تسبحت حاولت اقول لك حاولت اوقفك مو راضي. خلينا نروح ستيب 2. زين نغلف الحين كل شيء عشان نجهز حق البرايمر. خلصت البرايمر عقب ما اصبغ الباقي. تتا كان ينشف بس الباقي ينشف هلو بعدين تبتدي على ذي الحين نبتدي على ذاك الرنق. الحين خل نحكه حك الرنق الثاني. ايه رسل على باطك ديودرنت هاي. ايه ضيف سبيشال جيست ولا شنو ضيف شنو شرف انه شيء ضيف شغف. يس 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 مريم خلاص المجتمع ده. يس يس سو مستر سلمان يس سو وات يو ثينك هير اباوت اور جوب. يس 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 اشتغل. اي ثينك ان اللي قاعد يحد فيه يرباح ما يحك الموت. يس 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 سو الحين كفر كل شيء مني من هناك. جاهز حق البرايمر؟ انت ترش ولا انا رش؟ ايه انت ترش؟ تعرف ترش اول شيء؟ لا تخصص حون هسه هاللون ياخذ مسافه ورا اللي ايه
بس 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 ما تعال ما سكينا ذي تنسون أن تكون شيء يستحمل حرارة ويتعامل ويا الغاز والأويل. فهمت ولا ما فهمت؟ ما تدرب شيء. يس 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 لو تتذكرون ذي قبل كان يشتغل ويا الهوندا قاعد يدب شي كرشه بس انا الحين دش الجيش وحكوه وضعفوه عرضنا واي هند يس يس اوبا 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 شوفوا شوفوا هاللي بيساعدني اليوم الله الله صح 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 يس يس تذكرون ذي قبل هو هذا هو ان شاء الله يعني ما توقعت يكون كذي حلو يطلع النهاية نطلع نتيجة حلوة يعني شيء الكاري اللي فيه وايد ياخذ وقت زين يعني احنا اشتغلنا جيم من الساعة 7 ما خلصنا الحين كم واحدة اثنتين ف صدق وايد وايد ياخذ وقت الحمد لله الحمد لله خلود اوكي استانس يلا عليك بالعافيه الله يعافيك انت يعطيك العافيه عليك شباب عقب وقت الشده تحصلونه عقب وقت الشده تصلونه عليه ابو افكار يضبطكم تا 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 مني 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 ايوه يلا عطهم الكلمة عطهم الكلمة شو الكلمة لا هذا اللايك شير سبسكرايب اه ايه لايك شير سبسكرايب لايك وشيرينج ولا تنسون تفعيل زر الجرس يا 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 سبسكرايب يس 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 عبالي بس يسحبون اه ما مدرسه ورا لا لا اوكي اوكي